بالنسبة لبعض الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء اللي يبغوا مزيدا من التوضيح في شأن الفيديو البارح ولا المداخلة البسيطة ديال البارح بعنوان القايد ملجأ المظلومين، نشوفوا الرابط بعدا باش اللي بغى يرجع دابا باش يعرف ونكملوا الحديث. طيب أنا غنقتصر على هذاك البند الذي يقترح في مشروع قانون وهبي اللي كيقول بأن إذا كان الطلب قل من 30,000 درهم كيكون الحكم نهائي، يعني ابتدائيا ونهائيا، ولكن حتى إذا كان حكم ابتدائي ونهائي كاين بحال اللي قلت في الفيديو اللي شفتيه هذا الرابط اللي عطيتكم دابا، رجعوا له إلا ما كنتوش مازال ما شفتيهوش. القايد خصو يبقى ملجأ المظلومين خاصة في بسطاء الناس اللي ما عندوش القدرة الولوج للمحكمة. إذا بغيت نعطي مثال نعطي له سهل بسيط، مثلا مرأة توفى لها الرجل مثلا وكتربي واحد وليدات ثلاثة ولا أربعة وخلى لها واحد جبيتات وكوزينة كتكرينهم 1800 ولا 2000 درهم، وهذا هو المدخل الوحيد اللي عندها الوحيد باش تربي ذوك الوليدات. كتكري ذاك المحيل ديالها كيجي واحد كيكري وما كيخلصهاش وكيجمع 6 شهور وكيسلت وكيمشي وكيديلها رزقها وكيخليها بلاش، وحتى باش تدخل ديك الدار ديالها كيخصها مسطرة قضائية باش يمكن لها تحل الباب وتدخل وتعاود تكري لواحد آخر، ومشات لها 6 شهور ولا عام الكرام وبقى ولادها بالجوع. هنا كيخص القايد إذا جات عنده هاد السيدة ولا شي رجل مسن ولا إنسان بسيط فقير مسكين عنده ذاك المدخل الوحيد، القايد خصو يكون يقدر يحكم ويبت ويدير قرار بالأداء والإفراغ، وهادشي يمكن له يكون في يعني في 24 ساعة. أجي السلام عليكم كاري عند هاد السيدة ولا عند هاد السيد، هي كتخلص، هي كنخلص راه التوصيل، عنده التوصيل راه الاخر كيكذب، ما عندوش التوصيل خصو يخلص، سالت الهضره والقرار يخرج ونافذ معجل. وحنا فكينا الناس البسطاء اللي في ظل المعيشه اللي بدات كتغلى وهذا، راه شكون اللي يقدر يمشي للمحكمه؟ راه كاين ناس حتى اللي يعني هذا ما بقاش كيتو، صعيب 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 بزاف. يعني الا كتسال واحد 10,000 درهم كيخص تمشي لك منها 5,000 درهم الا بغيتي تاخذ حقك في المحكمه. وكاين امثله عديده جدا. وكنتمنى علاش قلت البارح كنتمنى من السي وهبي يسمع هذا الكلام هذا ويفكر في مؤسسات القايد، والقايد يمكن له يؤدي دور مهم جدا ويبقى ديما ملجأ المظلومين من بسطاء الناس، يوقف معاهم ويفك لهم المشاكل ديالهم، وهذا امر مهم ومهم جدا. ونرى الاشاره الى كان خاص شي توضيحات.